رجعنا لك مرة تانية، واحنا دلوقتي معانا دكتور منير ويليام كبير جراحي تجميل. ازيك يا دكتور؟ والحقيقة دكتور النهاردة هنتكلم على موضوع أنا شايفة إن هو مهم جدا، وعلى قد ما يعني ما هي بتعتبر حاجة مش واخدة مساحة كبيرة من الوجه الأنف يعني، لكن ممكن تغير شكل الوش خالص. ممكن لو حصل فيها مشكلة حتى لو بسيطة ممكن تعمل لنا مشاكل في النوم، مشاكل في الصوت، تعمل لنا صداع، تعمل مشاكل كتير قوي. دي وأنفية ومش. أولاً تعرف لنا كده تكوين الأنف دي مكونة من إيه؟ هل هي قرقوشة أو غضروف بالشكل العلمي، ولا هي عظم، ولا هي إيه بالظبط؟ فالحقيقة عشان نتكلم على الأنف، الأنف دايماً موجودة. كل ما نتكلم عنها نفتكر رقم 3. فالأنف موجودة في الثلث الأوسط من الوجه. الثلث الأعلى هو الجبهة، والثلث الأسفل هو الذقن، والثلث الأوسط هو الأنف. وإذا سيادتك نظرت لتركيب الأنف فهو بيتكون من 3 أجزاء. الجزء الخلفي عظم، والجزء الأوسط غضروفي قرقوشة زي ما سيادتك قلت، والجزء الأمامي الثلث الأمامي ثلث رخو. لو بصينا على منظر الأنف نلاقيه رقم 3. إذا بصيتها من الجنب هتلاقيها مثلث، من الجنب الثاني مثلث، من أسفل مثلث. لو بصيتي على الأنف نفسها هتلاقيه عبارة عن منشور ثلاثي القاعدة. فدايما لما بنتكلم عن الانف نفتكر رقم 3. كويس قوي. الحقيقه علشان نتكلم عن الانف مقدمه بسيطه، بنقول ان القدماء كان العقاب في القرن الماضي في القرن الثامن عشر بالنسبه لاي مجرم انه يقطعوا انفه، ودي كانت مشهوره قوي في اسيا. وايضا اول ناس اجروا جراحات على اساس انه بيعمل الم شديد، ولا على اساس انه يحرموه من حاسه الشم مثلا؟ على اساس انه يبقى قدام الناس باين ان هذا الانسان مش طبيعي لسه، او انه ده شيء من العقاب. مجرد ما قطاع الانف خلاص، مجرد ما تشوفها تعرف يعني ان ده راجل لسه. ايضا اول ناس ابتدوا يعملوا جمال للانف كانوا الهنود. اول عمليه عملت تاريخ الانف كانوا الهنود. وإن كنا بنقول إن الجمال بتاع الأنف يرجع للقدماء المصريين، وما ننساش تمثال الفسيسي والجمال الموجود في الأنف. فالحقيقة الأنف ده يعني جزء مهم جدا بالنسبة لجسم الإنسان، وبقى جنون دلوقتي وموضة في الممثلين، في المغنيين، في الناس. دلوقتي كل واحد بيدور على أنفه ويشوف الأنف دي أخبارها إيه وماشية إزاي، وبقت مشكلة كبيرة. ودلوقتي في أمريكا وفي أفريقيا دلوقتي خلاص ما بقيناش نشوف، يعني في أمريكا تحديدا مش هنقول في أفريقيا ما زالوا، لكن ما بقيناش نشوف اللي هي الأنف الأفريقية. بقت سهلة يعني، كلهم عاملينها، بقت مرسومة صغيرة، فيعني بقت واضح إنها واخدت مجال كبير. طب دكتور نتكلم على تشوهات الأنف وأسبابها إيه، وممكن نعالجها إزاي؟ بس الأول نتكلم على تشوهات بشكل عام. إذا اتكلمنا عن التشوهات الخلقية للأنف فليها أسباب كثيرة جدا. في البداية زواج الأقارب. ممكن يكون ده سبب أساسي، وبعدين ما ننساش إن في أجيال. يعني في أنف موجودة، الأنف الإغريقي، الأنف الروماني، الأنف المصري، في أنف دلوقتي ده يتناول أجيال. فالأنف في البداية هو العامل الوراثي موجود فيها. الحاجة الثانية في التشوهات بالنسبة للأنف اللي هو زواج الأقارب. ان احنا ممكن نلاقي فيه زواج الاقارب من الاسباب المشكله الكبيره جدا. الحاجه الثالثه اصابه الام ببعض الامراض في اثناء فتره الحمل. يعني وبالذات لو كانت الحظ الالماني، لو ام اصيبت بالحظ الالماني في اول شهر ممكن بتكون نسبه التشوهات الخلقيه اللي موجوده في الجنين تصل الى 50%. لو اصيبت بالحظ الالماني في الشهر الثاني نسبه التشوهات الخلقيه تصل الى 25%. تقل في الشهر الثالث لحوالي 15%. الحاجة الثالثة من أسباب التشوهات اللي ممكن نلاقيها في الجسم بصفة عامة والأنف بصفة خاصة، اللي هي تناول الأم لبعض الأدوية والعقاقير أثناء فترة الحمل. والحقيقة يعني في بعض الأدوية اللي حرمت اللي سبب ليها تشوهات بآثار معينة، وطبعا دي حاجة معروفة ومدروسة. الحاجة الرابعة اللي هي تعرض الأم أو الأب للإشعاع. يعني الأب بيشتغل في مجال الإشعاع أو تعرض للإشعاع، والأم بنفس الحكاية ممكن تعمل تشوهات خلقية من ضمنها تشوهات الأنف. ففي أسباب كثيرة جدا لتشوهات الأنف. إذا جينا حددنا أنواع التشوهات دي ففي حاجات كثيرة جدا. من ناحية المنظر نلاقي الأنف ممكن تكون كبيرة أو صغيرة، عريضة أو مسطحة أو مرتفعة. ده كلام يرجع للجزء العظمي، يرجع للجزء الغضروفي، يرجع للجزء الرخو. كل واحد فيه ليه مجموعه كبيره من الانف من التشوهات الخلقيه. لكن زي ما بنقول ان في تشوهات خلقيه موجوده في الانف، بنقول ان في تشوهات خلقيه موجوده في جزء اخر مصاحب للانف. على سبيل المثال ممكن يحصل صفه انفيه.
طفل مولود بانقسام يبقى ليه علاقه بالانف، وفي بعض الحالات بتطلع تمتد الى اعلى الى الانف ويبقى في تشوه مصاحب في الانف للشفه، زي ما ممكن في تشوه للخلف يعمل انقسام في الحلق وهكذا. فهي مجموعه من التشوهات الخلقيه اللي ليها كثير من العوامل الوراثيه. طب بس نتكلم بقى على طرق علاجها او العمليات اللي ممكن تتعمل في حاله التشوهات دي، هل التشوهات دي بيبقى ليها علاج او ليها عمليات تجميل؟ هو الحقيقه نرجع للاساس، كلام سياده كلام مهم جدا جدا، لان هنا الحقيقه جراح التجميل لازم يعرف التدخل الجراحي. اذا كان تشوه خلقي موجود زي مصاحب لتشوه خلقي اخر زي الشفه الارنبيه، احنا بنصلح الشفه الارنبيه وبنصلح الانف في نفس الوقت. طيب كويس جدا. لكن لو كان في تشوه خلقي زي انف كبيره او صغيره او معريضه او مفلطحه، دايما بننتظر الى مرحله البلوغ عند سن 16 سنه ونبدا اصلاح الانف، لان هو ممكن يكتمل نموها خلاص. نمو العظيمات ونمو الغضاريف بالنسبه للانف. كويس. فهنا بيفرق التشوه التدخل الجراحي بالنسبه لعلاج التشوه الخلقي بالنسبه للانف. كويس قوي. طب يا دكتور بالنسبة للحاجات اللي هي التجميلية أو التجميلية، هل كله يعني بصراحة حكاية الأنف دي يعني إن الواحد يبقى ليها مقاييس معينة بتختلف من إنسان للتاني، لكن ممكن مثلا ودلوقتي بنتكلم على عمليات تجميل حتى اللي هي ممكن تبقى مناخيرها كويسة جدا ما فيهاش مشاكل وفيها حتى تشوهات وعايزة تسافر، على أساس إيه يعني حضرتك بتعمل الموضوع ده على أساس إيه؟ هل في مقاييس معينة أنتوا ماشيين عليها كأطباء ولا كل واحد على حسب طلباته بقى؟ بص سيادتك، هو في نقطتين. النقطة الأولانية، لو جبنا أجمل عيون مع أجمل شباه مع أجمل أنف هتطلع أصبح إبراء. خلاص، يبقى إذا المسألة مش مسألة كده، مسألة نسبية. الحاجة الثانية إن أنا لما تيجي، الحقيقة سيادتك حطيت إيدك على حاجة مهمة جدا اللي هي ممكن يجي لك مريض ما عندوش أي تشوه وأنت مش هتحسبيه طبيا وتختاري رأي طبيب نفسي معاك. هنا بقى نقطة مهمة جدا. الحقيقه بنلاقي المشاكل دي كثير جدا في الانف، ان نسبه عاليه جدا عايز يقلد انف فلان او عايزه تقلد مناخير فلان او عايزه تيجي بالطريقه الفلانيه، وتلاقي نفسك انك انت فعلا انت مش حاسيبي هذه المريض. هنا في الحاله دي بيبقى في راي مشترك بين الطبيب النفسي وبين طبيب جراح التجميل، وفي حالات كثيره جدا جدا في الانف بالذات ده اكثر عضو في جزء الانسان بنرفض اجراء فيه عمليات لانك مش هتفيد المريض. ودي دي الامانه اللي بتكون موجوده، لان طالما في نسب معينه وتناسق معين يبقى الكلام انت بتشتغل عليه. وسام حضرتك بتقول ممكن يبقى الموضوع نفسي، يعني تعمل لها اللي هي عايزاه ومع ذلك برضه تبقى عايزه تحليه كمان اكتر، فبيبقى موضوع ادمان على فكره بالظبط زي ما سيادتك بتقولي، حالات كثيره جدا بيصلح انفه وبيمشي ورا دكاتره معينين وتجري عمليه ويلاقي لسه انفه وحشه ويروح لدكتور تاني، ودي مشهوره قوي. تلاقيهم اجراء جراحات للانف كذا مره وكلها بتنتهي لنفس المنظر. ده دليل على انك انت من البدايه محتاجه انك انت تختار العيان بتاعك، ومش اي مريض يطلب اي حاجه تقدري تعمليها. طب دكتور، الناس اللي بتعاني من مشكله مثلا في الجيوب الانفيه، الحاجات الاخرى كمان مع تشوهات بتحصل، اوقات كتير جدا بيبقى حضرتك مش عارف تتدخل جراحيا لانه مثلا هتاذي حاجه زي كده او هتاذي وظيفه الانف نفسها، دي بتتصرف حضرتك ازاي فيها؟ لا كلمة مش عارف كلمة صعبة، لكن يعني هو بيكون في تشوه خلقي اعوجاج في الحاجز الانفي. وده ممكن يتم اصلاحه في نفس الوقت اللي بتصلح فيه التشوه الموجود في الانف. يعني ممكن لو صلحته مثلا يفقد حاسة حاجة، بالعكس يعمل مشكلة ان في حتة مثلا ثانية تتسد، ممكن تحصل حاجات زي كده؟ لا صعب جدا يا استاذ، لا غير وارد في جراحات التجميل انك تصلحي حاجة على حساب حاجة. ما كنتيش هتفيد المريض بالطريقة السليمة، يبقى ما فيش داعي انك تتدخلي فيها. يعني حضرتك ممكن تقول لهم لا انا اسف جدا ده هيأذيك حاجه تاني. كتير جدا طبعا، لانك انت مش شايفه ان كده هتفيد المريض، لان المريض اوريدي هو كويس. لكن هو الحاجات اللي بتجيلنا بقى يمكن اصابات الانف دي اللي فيها مشكله كبيره قوي، اللي هي ممكن اصابه مثلا عيان ملاكم لعب ماتش ملاكمه وتصيب، او عيان اصيب في حادث عربيه. هي دي اللي فيها الكلام بالنسبه للتدخل الجراحي. يعني احنا قلنا اذا قلنا التشوهات الخلقيه بنشتغل بمجرد اصلاح العيب الخلقي اللي موجود، مثلا مجرد ولاده الطفل في الشفه الارنبيه اصلح الانف، او التجميل الانف استنى لغايه مرحله البلوغ، لكن بينهم في النص بقى اصابه في الانف. مش معقول يجي لي واحد اصيب بكسره الانف انا هسيبه لغايه لما يوصل لسن البلوغ، لا دي الحالات اللي بيتم اصلاحها في الحال ايا يكون سن المريض. يبقى لابد من التدخل الجراحي في حالات الاصابات بمجرد ان الاصابه تحصل، يعني على طول حاجه طارئه، يعني لا يمكن الانتظار ابدا على هذا الاصابه، ولا بد من اصلاحها في الحال. انما اذا قلنا هنتاخر شويه او هنعمل شويه فده هتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه للمريض. طب دكتور اتفضل.
المضاعفات يا دكتور ممكن تكون بتحصل بعد العمليات دي، هل في مضاعفات ممكن تكون بتحصل؟ مفيش حاجه في الدنيا او عايزه تبقى عايزه متابعه انها تتابع على طول تشوف نتيجه العمليه، ممكن تكون مثلا اللي هي تشفى تماما او خلاص تبقى حاسه انها بقت كويسه بعد قد ايه؟ شوف الكاتك انا يعني سعيد بسؤال ليه؟ لان مثلا نمسك حاجه زي كسر الانف، كسر الانف في حاجه اسمها كسر بسيط اللي هو الكسر ما فيش قطع في الجلد، وبالتالي ده كسر بسيط واصلاحه سهل جدا والمريض بيمشي على خير. لكن في كسر اسمه كسر مركب، بمعنى ان في قطع في الجلد وبالتالي انت بتصلحي الكسر وبتصلحي القطع في الجلد، القطع في الجلد معناه ان في جزء من الكسر قد يدخل لداخل جسم الانسان. هنا في المشكله اللي موجوده. فلما كاتب بتسالي على المضاعفات، فالمضاعفات بتكون عاده في كسر الانف المركب اللي هو فيه جرح في الجلد مع كسر، وده بيحتاج معامله خاصه من جراح التجميل هو بيشتغل فيه. لكن الحالات اللي فيه بيكون فيها كسر بسيط يعني الجلد سليم، فدي بتتصلح بسرعه وبيبقى فيها مشاكل مضاعفات. هل في تركيبات الحاجات دي يا دكتور؟ حضرتك دلوقتي قلت لنا تركيب الانف من ايه؟ اللي فيها حاجات فيها غضاريف فيها عضل، هل في تركيبات ممكن تتحط لو مثلا سقط حته او في حاجه ما ينفعش اصلاحها كعظم مثلا؟ بيتحط مثلا حاجات ثانيه بديله للعظم ده او لا؟ لا كلام سيادتك كلام مظبوط، بيتحط في حاجه من حاجتين. لو سيادتك اتكلمت في فقدان جزء من العظم نقدر ناخد من جزء من جسم الانسان حته عظم ونعوضه. لو فقدان جزء غضروفي نقدر ناخد من جسم الانسان جزء غضروفي ونعوضه. ده طريق. في طريق ثاني للحاجات الستايلاستيك اللي هي الحاجات البديله اللي هي ممكن تتزرع في داخل الانف والجسم يتجاوب معها جدا 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 وتبان طبيعيه جدا واستحاله تعرف الفرق بينها. يعني التقدم العلمي المذهل خلانا ممكن نستخدم حالات سايلاستيك نقدر من مواد معينه الجسم بيقبلها ذات ثقوب، الدم بيدخل جواها ويبتدي الجسم يعمل نسيج حواليها وتبدو كما كان. زي ما كنا بنتعامل مع الثدي بنقول مثلا بنزرع جزء من الثدي بطريقه معينه الجسم يتعامل معاه وخلاص ويبقى في داخل جسم الانسان ويتجاوب معه. نفس الحكايه بالنسبه للقلب. بتريفكت او كده. انما في حاجه غير قابل على الاطلاق موضوع الرمض بالظبط. انما الطريق البديل بقى اللي هو فقدان جزء من الانف، الانف اتقطعت في حاجه. الخارجي. هنا في الحاله دي بقى في انواع معينه من الشرايح الجلديه بتتعمل. لو في فقدان من الجهاز ممكن اخد رقعه جلديه من مقدمه الراس على الانف. ودي طريقه في الوجه طبعا على اساس نفس نوعيه الجلد مثلا بالظبط بحيث انها تكون قريبه من الانف. اول ناس جربوا يجيبوا شريحه من مقدمه الراس للانف كانوا الهنود، او ممكن اخد شريحه من الخدين للانف ودي اول ناس قربوها الفرنساويين، وممكن اخد شريحه من الرقبه للانف ودول اول دكاتره جربوها كانوا الايطاليين. فالحقيقه العلم طب وجهه نظر حضرتك انهي المنطقه اللي ممكن تكون نتيجتها افضل ولا كله يعني مفيش مشاكل كله الانف تستقبله او بيبقى بتنجح العمليه عادي؟ سيادتك لو جبت تشوه معين وجبت ثلاث دكاتره تجميل كل واحد هيطلع هذا التشوه بطريقته، فكل واحد حسب خبرته هيقدر يوصل لهذا الفقدان من الجزء على حسب خبرته وعلى حسب طريقته. انما هي في النهايه المنظر الجمالي بالنسبه للمريض. طب دكتور في انواع مختلفه للاورام كمان ممكن تصيب الانف؟ الحقيقه فعلا دي نقطه مهمه جدا، ان احنا عايزين نقول ان التدخل لاصلاح الانف مش لانه في تشوه خلقي وبس، او مش لانه في فقدان جزء او اصابه من حادث بس، او مش لانه موجود من فقدان جزء بس، لا ده كمان في بعض الاورام اللي ممكن تصيب الجلد في الوجه وتمتد الى الانف. في نوع معين من السرطان القاعدي اللي هو طبيا بيسمى الليزر سيل كارسينوما، ده بيكون ورم سرطاني نشيط جدا في مكانه وما ينتشرش الجسم ومشهور بيمسك الخد ومنطقه الانف. ده بيتم استئصاله وبنعمل الرقعه الجلديه اللي لسه بنتكلم عنها من الخد او من الجبهه او من الرقبه وهكذا. ده نوع من الاوراق اللي ممكن علاجه ومنتهى بعد ما تعمل عمليه سهل صعب جدا ان انت تقولي كان في ورم في المنطقه دي. وبيكون علاجه علاج جميل وبيقدر يدي نتيجه عاليه جدا. فالحقيقه لكن هذا لا يمنع ان في انواع ثانيه من الاورام السرطانيه بتيجي في الفك او الخد وتمتد وبتاخد وتبقى ليها يعني جزء تعويضي صعب جدا. لكن مع التقدم الكبير في جراحات التجميل لو قدرت تسيطري على الورم اللي موجود بحيث انه ما يكونش ليه ثنائيات تقدري تعملي عمليات جراحيه معينه ولو على كذا جلسه وتنتهي بمنظر جمالي مقبول بالنسبه للمريض. دكتور منير ويليام كبير جراح التجميل انا بشكر حضرتك استفدنا كتير، وحضرتك قلت نصيحه جميله انه ممكن لان دلوقتي ابتدينا نخش في مصر في مجال
عمليات التجميل بشكل كبير، بس في ناس بتعملها مش علشان تشوه ولا حاجه، علشان عايزه تحسن من مظهرها، وتبتدي العمليه تبقى في دايره هي مش عارفه تخرج منها، عايزه كل شيء احسن احسن، وسبحان الله بيبان. يعني الحقيقه انا عايز اقول لسيادتك الحقيقه اللي بيقلد بيبقى في صراع نفسي جواه، احساس بالنقص بقى، وبيبتدي يحس مع نفسه بنوع من الاضطرابات النفسيه العنيفه جدا اللي ممكن تعمله مشاكل كتيره جدا بعد كده، لان اصعب حاجه في مريض التجميل ان يقول انا مش انا، او ان هذا المنظر غير مقبول عليا. ففي البدايه لابد من ان طبيب التجميل بينصح وبيدي النصيحه اللي يقبلها المريض، لكن الحقيقه لا يصح الا الصحيح، ومش كل واحد يقدر يقلد منظر هينفعه، لان في النهايه ربنا ادانا طبيعه وادانا جمال لازم نتغزل بيه، والجمال مش جمال حسي بس، ده كمان في جمال داخلي، وهي دي الرساله بتاعت الدكتور. والدكتور يبقى عنده ضمير، دي كمان من اهم الحاجات، لانه الحقيقه مش ناس كتير بتنصح المرضى او بتنصح الناس اللي بتجيلها علشان عايزه تحسن من مسارها او من شكلها بيقولوا لهم الكلام ده. بشكرك يا دكتور منير، نورتنا. يا سيدي احنا لسه معاكي، وبعد ان شاء الله هنتقابل في الصالون ونتكلم عن الصفحه البيضاء، ازاي تفتحي صفحه بيضاء في جوازك، بس بعد الفقره دي، وهنرجع لكم تاني.